هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، يوم 19 ديسمبر عبد المجيد تبون كان عنده نشاط مكثف، نشاط كبير. نعم، اولا استقبل امام الطريقه الكتانيه بجمهوريه مالي، الكنتيه مش الكتانيه، الطريقه الكنتيه جامع سمعنا بها نسمو قرار بيزنيح علمان. دونك قال استقبلوا وحضر لقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي. جبار منا، أو شوفوا نعم هاس شوفوا الصورة تاع جبار منا مع تبون. ما فهمتش هذا تبون واش داه مع جبار مهنا. انا سناتشو ديروا له اون كابتور ديكرون باش تشوفوا. يعني حنا ندركم اخبار اللي لازم نمدوها، ما يتكلمولكمش عن نشوف قنوات العار والاستحمار، ما يمدولكمش. رجل اللي جبار منا راح نهار له، وهذا جا وحدو من طرف الجزائر جابولو أربعة من الناس. وشكون هدايا السيد؟ جايبين باش ديروا استقبال أربعة شخصيات. غريب غريب امر هذا البلاد هذه، والله غريب امرها. دونك قلت لك نشاط مكثف لرئيس الجمهورية، او ليك جبار منا في النص، هو في النص. دونك قلنا استقبلوا، هذا جا تشوفوا فيه وحده، هذا تاع الكنتية الطريقة الكنتية. ودونك مدير الديوان رئيس الجمهورية بالنيابة، كلش بالنيابة كلش بروفيسوار بوعلام بوعلام، المدير العام من الوثائق والأمن الخارجي جبار منا، والمستشار المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية محمد حسوني اللي تشوفوه في من هنايا يعني كوستيوم زرق وقمجة بيضاء. والاخر واحد يقول لك يستقبلوا اربع شخصيات، ما يستقبلوش خلاص واش يدير عند رئيس الجمهوريه؟ فعلا هذا شغل رئيس الجمهوريه. دونك عندنا هذا النشاط الاول. النشاط الثاني تاع رئيس الجمهوريه، خلينا نسموه بالاسم الحقيقي ديالو، هو بعد اربع سنين وهو قاعد يعس في المرادية في قصر رئاسي، قال لك يا خويا راهو قرر، يعني كل اللي مبعد اللي راح يجي موراه راح يطبق الشيء اللي دارو. قرر باللي رئيس الجمهورية يعود كل عام يقدم، يعني يدير خطاب أمام موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان، يعني مجلس النواب، مجلس الوطني الشعبي نسموه، ومجلس الأمة. وعلاش يخدم هذا؟ قال لك باش يعطيهم خطاب السادة، باش يعطي لهم تقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واش كاين في التقييم؟ الكذب إلا الكذب إلا الكذب. يا خويا احكم خطابك عندك وحنا راح يسمعوا، باسكو راح تجي تكذب على الناس. هذا شيء معروف انه تبون كذابون راح يجي يقلب عنا.
هذا هذا هو نشاط علم الجتبون لنهار اليوم ويخلص عليه، لأنه البارح ما خدمش ولا بقولوا البارح ما خدمش، ولا نخلص على هذا النشاط هذا، لأنه بون الكنتية هذيك ها هو استقبل هاي تحرك ومن بعد خلاص هذيك العقل نديروا الخطاب كل عام ما تخدم منه حتى ديبلاسمون حتى الجهد. ويضرب يا خويا شهرية بالدرويج وبالدينار وأعلى شهرية راهي يخلص أكثر من ساركو من ماكرون أكثر من رؤساء رئيس فرنسا. انهينا مع النشاط الدبلوماسي للنشاط الرئاسي، نتجه إلى نشاط آخر